أجرى وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ محادثة عبر منصة مدرستي مع المعلم محمد مريض السرطان والذي يدرس طلابه من غرفته في المستشفى. أكد وزير التعليم له أنه بهذا العمل ضرب نموذجا مشرفا لمهنتي ورسالة التعليم. بشرني عن صحتك، عساك إن شاء الله أحسن. اللهم لك الحمد. إن شاء الله أجر طهور، وإن شاء الله ترجع لمدرستك ولأبنائك إن شاء الله الطلاب. أنا شاكر لك صراحة إنك إخلاصك وتفانيك، وهذا ليس مستغرب على معلمينا ومعلماتنا، بل هم الأصل في ذلك أن يكونوا متفانين في عملهم. لكن أنت تضع أول شيء قدوة للجميع بإخلاص العمل والتفاني في أداء الرسالة في كل وقت وفي كل ظرف، فجزاك الله خير ونفع الله بك.